وردا على الغارات الجوية التي شنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على معسكرين للجيش السوري في مدينة دير الزور، قال الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس الاثنين إن تلك الغارات الجوية تشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية. وأضاف الأسد أن هذا الأمر يعكس أن بعض الدول المعادية لسوريا تسعى لتعزيز دعم المعارضة السورية بما فيها الولايات المتحدة، كما أن هناك قوى أخرى تعمل على استمرار الحرب السورية. وبهذا الصدد أشار محللون إلى أن قيام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشن غارات جوية دامية على معسكر للجيش السوري خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا قد ألقى بظلال قاتمة على اتفاق وقف إطلاق النار وفاقم من تعقيد الوضع في سوريا.